لوحة من الجمال الأخاذ تتكون من 6 ملايين قطعة فسيفساء وواحد وعشرين لوناً، تتحد أجزاؤها بشكل متناغم لتشكل في النهاية 38 سجادة تمتد على مساحة 827 متراً مربعاً. هذه اللوحة التي يحتضنها قصر الخليفة الأموية هشام بن عبد الملك في مدينة أريحة تنطوي على أهمية تاريخية وفنية تعود إلى الفترة الأموية. هذه اللوحة تعتبر من اللوحات المهمة على المستوى العالمي من ناحية الفن والمهارة العالية اللي أثناء التنفيذ. كشف الأرضية هو عبارة عن إضافة قيم هامة لقصر هشام، إضافة للقيم الاستثنائية الموجودة بهذا القصر. إنك تكشف أرضية بهذا الحجم وبهذا الجمال، هذا إضافة نوعية، وأكيد وبدون شك راح يزيد أعداد السياح المحليين والوافدين لقصر هشام. زخم جديد تضيفه اللوحة الفسيفسائية إلى المدينة الأقدم في التاريخ، يتوقع أن تجذب السياح إليها، ويحسب لليابان دعمها السخي البالغ 21 مليون دولار لحماية هذه اللوحة من التغيرات الطبيعية والبيئية. وبالنظر لأهمية هذا الحدث، زار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قصر هشام وتفقد اللوحة وشجرة الحياة الفسيفسائية في إطار زيارته للبلاد. فخامة الرئيس الإيطالي هو أول شخصية مهمة يزور هذا الموقع بعد الكشف عن هذه الأرضية، وبالتالي هذا يعطينا زخم أكبر في الترويج لأرضية الفسيفساء ولقصر هشام بشكل عام في المستقبل. تم الحديث عن مجموعة من المشاريع الهامة ومن أهمها المشاريع السياحية الأثرية ممثلة في لوحة الفسيفساء في مدينة أريحة، حيث أعرب السيد سيرجيو ماتاريلا عن استعداده الكامل للمساعدة في الترميم لهذه اللوحة الأثرية وأيضا للأثار الأخرى، نظرا لأهمية ذلك من ناحية عقلية كونها أرض الأراضي المقدسة. هذا الكشف الكبير يظهر بوضوح تعاقب الحضارات على هذه الأرض المباركة، ويؤكد على أهميتها كحاضنة للرسالات السماوية.